2. انت الصحافي. اطلبونا على 58 550 707. نبدأ في حكايتنا الثالثة لليوم. المرسى حكايتنا ينطبق عليها المثل التونسي اللي يقول جي طالب ولا مطلوب. مواطن يشد سارق متلبس في وسط داره يحتجزه حتى وصول الأمن، يمشي للمركز متاع الشرطة كشاهد ومتضرر، لكن أكثر من 24 ساعة وعائلته ما تعرف عليه حتى شيء. حتى هذه صارت تحديدا في مدينة المرسى، والعائلة المتضررة تقول اللي هما قاموا بالمفروض أن يقوم به أي مواطن يشد سارق في داره. شنو مصير صاحب الراجل حتى التوى؟ شنو كيفاش صارت الحادثة؟ شنو التفاصيل؟ هذا الكل نعرفوه من عند صاحبة المنزل زوجة المتضرر لسعاد، معنا بالتليفون. مرحبا بك يا ليلى. ومرحبا بك. إن شاء الله تكون بخير لسعاد. إن شاء الله لبيت الحمد لله. بيه مدام سعاد، كيفاش الساعة فقتوا به السارق في الدار؟ هات نبدأ معاك الحكاية من الأول. السارق راجلي يرقد في الصالة. إي. وهو كي دز الباب دخل. إي. راجلي قعد يثبت فيه هو. قالك أنا يمكن فيدو سكين، فيدو حاجة الله أعلم به. إي. أول ما دخل لقى التليفون قدامه عندنا ببليتيك، هزه وحطه في جيبه. طلع كي يجي الميتور، مش يحب الميتور نتاع راجلي. هو قال كي حل الباب وتلفت كي قاعد يدز في الباب، ورجلي شدوا من تالي ثلاثه كي في وسط الصاله شدوا لدخوا. اي بعدنا والدنيا هكاك ظلمه، الله اعلم به طاح على وجهه، طاح ما ادري عليه وعلاش طاح. المهم معناتها كي راجلك شد الراجل طاح السارق هذا. طاح هي كثيره وقت طاح على وجهه. تضرب معناتها. تسفل نطنس فيها كي واحد نتاع نمسح به، طاح عليه يمكن تجرح في وجهه لو شنو. قعدنا هكاك وما قعدتش شرينه اللي وصل لنا الحاكم، كي هز الحاكم هزه. من بعد هز الحاكم قال لي هيا يا استاذ هادي باش تمشي تعطي اقوالك. من اللي هزه ما تابوش. معناتها عنده 24 ساعة توا من اللي صار هذايا؟ لا أكثر من 24 ساعة. أكثر من 24 ساعة. سي هادي عندكم أخبار عليه ولا ليه؟ لا توا زاد عندنا أخبار عليه، هزوه من المحكمة زاد عاودوا ردوه توا البوشوشة. قالوا لكمش علاش؟ قالوا لكمش الاسباب؟ بلكش خاطر يحبوا ياخذوا اقواله اكثر ما دام السارق هذا مضروب، يحبوا يفهموا شنو هو الاسباب نتاع الضرب. نحن حكايه الراجل قال حطوه حظر تجول، وبالرغم هما هزوهم بالدار، بالرغم نحن مصورين وكل شيء، صوروا عنه وكل شيء، حطوه حظر تجول، والحاكم جات اربع اكراه هزوهم بالدار وحطوا راجل حطوه عنف. معناتها توجهت له تهمه العنف الزوج نتاعك على خاطر كي شد السارق، السارق طاح وتضرب. دونك شدوه على تهمة العنف. اي شدوه على العنف. ما بوش يسيبوه. والراجل حطوه يعني حذر تجول، حتى ساقه ما حطوش، وهو بالرغم هزوه من الدار وعندنا تصور اللي هي تثبت في الدار. شو معناتها حذر تجول؟ معناتها السارق خرج وقالوا له. الراجل بعد حذر تجول، يعني هما عاطين حذر تجول يعني من التسعه، وهما جو هزوه معنا ال 11 في الدار. فهمتك شنو تقصد حذر تجول. بالرغم هما هزوه من الدار، شاكم هزوه من الدار ودخل الدار وشيف. لا سعاد، وكلت محامي عندك جديد في القضيه في التحقيق نتاع راجلك؟ ما عنديش انا باش نوكل ليه محامي، احنا توا احنا الصغار ما جيتش باش نوكلهم، باش ندني ليه لمحامي. واضح مدام سعاد. وما عندكم حتى لتوا حتى اخبار حتى جديد؟ برك اللي هما عاودوا ردوه لحد وما فهمتش وعلاش. خلص حتى حد يمشي يقابله، ما خلص حتى حد يشوف. من مشى مشى. يعني باش يعطي اشهاد وقعوا. به معناتها مشي طلب ولا مطلوب. السيد كما قلنا وكما قالت لسعاد، يلقاو سارق في الدار يشدوا باش ما يخليهش يهرب. السارق هذا يطيح يتضر في وجهه ابارامون حسب زاد الشهاده نتاع مدام سعاد. يلقى روحه صاحب الدار والسارق زوج موقوفين، واحد على محاوله السرقه والثاني على العنف، وعنده 24 ساعة. العائلة متاعه ما تعرف عليه حتى معلومات أباغ لو فات اللي هو مشى المحكمة ورجع البشوشة مرة أخرى حسب شهادة زوجة المتضرر مدام سعاد. بارك الله فيك اللي أنت كنت موجودة بحضانا وعلى الشهادة متاعك زادة. كنت تسمعوا زادة المسؤولين في المرسى، الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا نجموا زادة تتصلوا بمدام سعاد، وإحنا باش نقعدوا في متابعة للموضوع هذا.